شركة اكسبو ريبوبليك تستعد دلوقتي لفعاليات النسخة ال11 من معرض عقارات النيل اللي هتنطلق فعالياته يوم الخميس اللي جاي لمدة 3 أيام في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وده غير النسخة اللي موجودة دلوقتي في مدينة جدة ومستمرة لحد بكرة. المعرض يعتبر مهم جدا لأنه بجد نجح خلال الفترة اللي فاتت في التسويق أو التسويق لمصر عالميا، وتدعيم كمان فكرة تصدير العقار بشكل مباشر اللي احنا دايما بنتكلم عليها هنا في تعمير. معانا على التليفون دلوقتي الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة اكسبو ريبوبليك. مساء الخير يا دكتور. قبل ما نتكلم عن معرض الرياض النهارده، تاني ايام معرض جده، لو تقول لنا اخبار المعرض ايه موجود عندك دلوقتي؟ والله احنا بدانا فعلا امبارح الخميس الدوره العاشره في جده، والحمد لله اقبال كبير جدا 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 من الاخوه السعوديين على العقارات المصريه. قدرنا الفتره اللي فاتت ان احنا نعمل حاله كويسه جدا من الترويج لمختلف منتجات العقار، وشايفين طلبات شراء كبيرة على العاصمة الإدارية وعلى الساحل الشمالي ومدن كتيرة جدا في أنحاء الجمهورية، وإن شاء الله يعني نتمنى إن احنا نخلص المعرض على خير إن شاء الله. في تفاعل من الزائرين؟ مظبوط، اه في تفاعل كبير الحمد لله بشكل كبير. في كم شركة مشاركة يا دكتور باسم في معرض جدة؟ احنا مشارك معانا 20 شركة، 20 مطور عقاري مصري بحوالي 120 مشروع. يعني المعرض هيخلص امتى؟ بكره ان شاء الله السبت. اخر يوم بكره السبت. طيب دكتور باسم، كلمنا عن النسخه الجديده من معرض الرياض. نسخه معرض الرياض هي النسخه ال11، بتقام في الرياض من 23 ل 25 نوفمبر، برضو بحضور 20 مطور عقاري مصري و120 مشروع. السنه دي يعني على هامش المعرض عاملين حاجة جديدة شوية. حضرتك عارفة ان احنا كنا في شهر مايو اللي فات كان عندنا دورة في الرياض، وكان لينا شرف اجتماع مع معالي الوزير ماجد الحجيل وزير الاسكان السعودي. صحيح. الاجتماع ده حضره 24 مطور عقاري مصري، وصراحة يعني شفنا ترحيب كبير جدا 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 منه على الخبرات المصرية والشركات المصرية انها تبقى متواجدة في السوق السعودي بشكل كبير. فده دفعنا ان احنا هنعمل المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري، اسمه سيرك، وده تحت شعار تكامل لا تنافس. المؤتمر ان شاء الله باذن الله هيكون حاضره دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان المصري، والسيد ماجد الحجيل وزير الاسكان السعودي، المهندس خالد عباس رئيس شركه العاصمه الاداريه، الدكتور وليد عباس، المهندس محمد بنبطي رئيس الشركه الوطنيه للاسكان. طبعا المؤتمر تحت رعايه كريمه من الدكتور مصطفى مدبولي اللي بوجه له كل الشكر والتحيه، ان يعني الحكومه كلها الصراحه مش سايبانا من ساعه ما بدانا من 6 سنوات، دايما بتدعمنا بشكل كبير جدا جدا جدا، فبحب ان انا يعني اشكره من خلال برنامج تعميم. هل متوقع ان المؤتمر، يعني النسخه اللي فاتت احنا كمان كنا حاضرين معاك، يعني ما كانش في بدايه مؤتمر خلال فعاليات المعرض، هل متوقع ان المؤتمر هيضيف كتير قوي للنسخه ال11 للمعرض؟ حضرتك عارفه ان السوق المصري دايما هو سوق جاذب للمستثمرين. صحيح. وطبعا السعودية بدأت الطريق في مرحلة تطور كبيرة جدا ونمو كبير جدا، فأصبح بقى في رؤية مشتركة بين المستثمرين المصريين والسعوديين للاستثمار في الدولتين. فالمؤتمر هدفه جمع المستثمرين المصريين مع المستثمرين السعوديين وتوحيد الرؤى، علشان كده احنا حددنا شعاره تكامل لا تنافس، لأنه في الأول وفي الآخر الأسواق دي مش بتنافس بعض، بالعكس احنا بنكمل بعض. المطورين المصريين عندهم خبرة كبيرة في الشأن العقاري. صحيح. المطورين السعوديين برضو عندهم فرصة كبيرة جدا في مصر، ويمكن علشان كده المهندس خالد عباس هيقدم برزنتيشن كاملة عن الإنجاز اللي وصلت ليه العاصمة الإدارية، وإيه آخر التطورات اللي فيها، وإيه الفرص الواعدة اللي موجودة في العاصمة. بنستغل المعرض إن هو يبقى منصة مفيدة للمستثمرين المصريين والمستثمرين الأشقاء في السعودية. دكتور باسم، احنا دايما بنشوفك بتدعم تصدير العقار وسوق العقارات في الخارج عالميا، كمان مصر عالميا. يعني النهاردة يعني بشكل مباشر معرض عقارات النيل بيدعم تصدير العقار وتسويق مصر عالميا؟
هو ده هدفنا من ساعه ما بدانا في 2017. هدفنا هو الترويج لمصر كمحطه استثماريه مهمه في المنطقه ويمكن في العالم. انا دايما بقول ان مصر بتقدم منتج عقاري فريد من نوعه. احنا بنبيع مدن كتيرة جدا، الساحل الشمالي والعاصمة ومدن الجيل الرابع والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعين السخنة والمنصورة الجديدة. مصر فيها منتجات عقارية مش موجودة في أي حتة في العالم، صحيح. ويمكن فريدة من نوعها في الشرق الأوسط كله. بينقصنا بس التسويق الجيد لمصر كلها كمحطة استثمارية مهمة، إن بره يعرفونا أكتر ويتعرفوا على الفرص اللي عندنا أكتر والعائد على الاستثمار اللي عندنا، ونأمل في التحسن ده سنة عن سنة إن شاء الله. صحيح، إن شاء الله، وإن شاء الله هنكون متواجدين معاك كمان يا دكتور. دكتور شرف كبير لينا إن شاء الله. دكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا ليك، شكرا.